يلا نروح بقى لتعليقات حضراتكم. أفضل لاعب أجنبي في الموسم حتى الآن، حتى الآن نقرأ مع بعض. حمزة ياسين: سأنوار يا كابتن شلبوكا، أنا من وجهة نظري التي لا قيمة لها على الإطلاق معلول وديانج وأحلى مسا، وهلا هلا عليك يا شلبوك حبيبي يا حمزة. محمد عمر عليان: سأنوار يا كابتن مدحت شلبي، من وجهة نظري التي لا قيمة لها على الإطلاق. عجباكوا حكاية لا قيمة لها على الإطلاق دي. أفضل لاعب هو بدر بنون وعلي معلول وولتر بواليا، بس نصبر عليه، وهلا هلا عليك يا شلبوكا الفيومي. محمد هشام: مساء الانوار يا كابتن شلبوكا، عاشقك من المغرب، اهلا يا محمد، دوم معاكم على اون تايم سبورت. شايف من وجهه نظري التي لا قيمه لها على الاطلاق افضل لاعب اجنبي لحد الان علي معلول من الاهلي وبن قلبي، بن شرقي يعني، من الزمالك، وهلا هلا تحياتي ليك ولكل اهل مصر، وعليك يا حبيبي وعلى المغرب الشقيق كله. محمد عبد المنعم: مساء الخير يا كابتن مدحت، معاك محمد عبد المنعم فياض من الجماليه، ده اهليه، من وجهه نظري التي ليس لها اي قيمه على الاطلاق ان علي معلول افضل لاعب محترف في الدوري المصري، ولو اللاعبين العرب مش بيتحسبوا اجانب افضل لاعب اجنبي اجاي. عبد الله احمد الزملكاوي: مساء النور يا كابتن مدحت، تحياتي ليك، انا بحب تقديمك جدا، من وجهه نظري بن شرقي وعلي معلول، وتحياتي ليك يا جنرال اعلام زملكاوي وافتخ. خالد اوكا: مساء الخير عليك يا شلبوكا، من وجهه نظري التي لا قيمه لها على الاطلاق افضل لاعب بدر بنون عشان هدوءه والتزامه بمكانه. عندك حق يا خالد، والله ملتزم جدا. مصطفى محمود: مساء الخير يا كابتن مدحت، من وجهه نظري التي لا قيمه لها على الاطلاق علي معلول وبدر بنون. تمام. مصطفى حافظ: مساء النور يا كابتن مدحت، انا من وجهه نظري التي لها كل القيمه والتقدير اشرف بن شرقي وفرجان ساسي، زملكاوي وافتخر، وهلا هلا عليك يا شلبوك. مصطفى خالد: مساء النور يا شلبوك يا جنرال، من وجهه نظري التي لا قيمه لها على الاطلاق على الاطلاق هو شمل سبيكلي، وعايزين واحده. الله الله الله. محمد رحاب عبد الوهاب: مساء النور على احسن مذيع في الوطن العربي يا جنرال الاعلام المصري، انا وجهه نظري افضل لاعب هو سيرجي اكا لاعب الجونه، وبدر بنون لاعب الاهلي، وواحده هلا هلا هلا. محمود المرسي: الزملكاويه هيقولوا بن شرقي وفرجاني، والاهلاويه هيقولوا بنون وعلي معلول، وانت قلت ايه يا محمود؟ يلا. سيد عبد الحميد محمد: مساء النور يا كابتن مدحت، من وجهه نظري التي لا قيمه لها على الاطلاق رزاق سيسي، مستواه ثابت واتمنى عودته للزمالك الموسم الجديد، تحياتي ليك يا جنرال الاعلام العربي. اخر حاجه مختار ابو فيده: مساء النور يا كابتن شلبوكا، انا من وجهه نظري التي ليس لها قيمه على الاطلاق افضل لاعب محترف في الدوري المصري هم: 1 علي معلول، 2 بدر بنون، 3 بن شرقي، 4 اريك تراوري، 5 ايلو ديانج، واحلى مسا عليك يا ابو الكباتن، واحلى مسا عليك وعليكم كلكم يا حبايبي.